يعطيكم العافية. بلشنا في المحاضرة الماضية نحكي عن الهيرنيا، حكينا عن أنواعها وحكينا عن العلامات والأعراض، واضطريت أوقف الفيديو يعني قبل ما نكمل المحاضرة، بعتذر. حكينا عن الكلينيكال مانيفستيشن، وحكينا إنه في عنا بالهيرنيا في two types of hernia، أو في يعني غير الأنواع إنه بحسب الأماكن، في عنا اللي بتكون مفتوحة عادية بحيث إنه الهيرنيا ممكن إنها تطلع وترد ترجع، وفي عنا النوع الثاني اللي بتكون فيه strangulated، واللي بيكون فيه إنه إذا طلع جزء من الأحشاء الداخلية إلى من خلال فتحة الهيرنيا بتكون الفتحة ضيقة، فبطلع الجزء الداخلي أو الأعضاء الحشوية الأحشاء ممكن إنه أي جزء منها يطلع من خلال هاي الهيرنيا، وبعدين لأنه الفتحة ضيقة ما يقدر يرجع العضو مرة تانية إلى الداخل، فبصير في ضغط عليه بسموها strangulated. هلأ هذا الضغط لما بصير فيه عليه بيعمل اسكيميا فيها، لأنه هو بيصير ضاغط على الأوعية الدموية، فإذا ظلت فترة طويلة ممكن يؤدي إلى نقص تروية في العضو strangulated هذا واللي طالع من الفتحة. الاسكيميا بعد فترة ممكن تعمل necrosis اللي هو موت في الأنسجة. فعادة هاي الاسترانجوليتد هيرنيا بيعتبروها امرجنسي كيس، وبيعملوا لها ارجنت سيرجري، عمليه طارئه عشان يحلوا الموضوع تبعتها. غير انه هي ممكن غير انها استرانجوليتد ممكن تعمل اسكيميا، ممكن تعمل اوبستراكشن في البول اوبستراكشن، فهاي كلياتها من الاشياء اللي احنا بنشوفها. هلا نجي على النيرسينج مانجمنت. النيرسينج مانجمنت اللي هي الاجراءات التمريضيه اللي احنا بدنا نعملها، اول شيء دايجنوسيس از بيزد اون هيستوري اند فيزيكال اكزامينشن، عمليه التشخيص بتعتمد على التاريخ المرضي وبتعتمد على الفحص الجسماني اللي احنا بنعمله للمريض. السيرجري از ذا تريتمنت اوف تشويس فور هيرنيا اند بريفنتس سترانجوليشن، اذا التريتمنت اوف تشويس لهاي الهيرنيا اللي هي بيعملوا لها السيرجري. السيرجري انهم بيعملوا زي احنا حكينا انه بيكون في عنا ويكنس اوف ذا وول، بيكون في عنا ضعف في الجدار اللي بصير فيه العضلات. هلا الجدار البطني او اي منطقه هي عباره عن عضلات، هاي العضلات مع عمليه الشد والارتخاء، الشد والارتخاء ممكن يكون مع الاوبيزيتي مع السمنه مع مثلا حمل شيء ثقيل، شو بصير في هاي العضلة؟ العضلة بصير فيها نوع من الارتخاء، هذا الارتخاء بيسمح بمرور الأجزاء الحشوية من خلالها. فالعلاج تبع السيرجري انهم احنا شو نعمل؟ انهم يعملوا يعدلوا المكان اللي صار فيه فتحة او فيه ويكنس من خلال انهم بيعملوا كت له، بيرجعوا بيعملوا عملية بشيلوا الجزء الضعيف وبرجعوا بيعملوا يعني ستيتش جديده، بيعملوا بربطوا الجزئين جداد مع بعض. فالسيرجري هي تريتمنت اوف تشويس فور هيرنيا، واهم شيء كمان نعمل بريفنت للاسترانجوليشن، نمنع عمليه اختناق او انه يصير في عندنا اختناق لاي عضو من الاعضاء الداخليه اذا طلع من خلال هاي الهيرنيا. تريتمنت اوف هيرنيا از باي لابراسكوبيك سيرجري. ايام زمان كانوا يضطروا يعملوا سيرجري عادية، يفتحوا يعملوا شق في البطن، هلأ لا، عن طريق اللابراسكوب ممكن انهم هم يرجعوا الجزء مكانه من الاعضاء الحشوية، يردوا يرجعوا مكانه، ومن خلال المنظار يعملوا عملية الستيتشز اللي بدهم يعملوها والكت اللي بدهم يعملوها. The surgical repair of hernia is known as a herniorrhaphy and is usually an outpatient procedure. The reinforcement of the weakened area with wire fascia or mesh is known as a hernioplasty. طبعا في عنا الهيرنيورافي وفي عنا الهيرنيوبلاستي. الهيرنيورافي اللي هي عملية الريبير، سيرجيكال ريبير للهيرنيا بسموها هيرنيورافي. هلا اذا بدهم يعملوا لها بلاستي انهم مثلا يحطوا اشي داعم للعضلة اللي فيها ضعف بسموها هيرنيوبلاستي، عملية تجميلية، بلاستي تجميلي. فممكن يحطوا مثلا مش زي شبكة او يحطوا زي واير اسلاك او فزيكا، يعني اشياء اللي هي خلينا نحكي اشياء داعمه للضعف في الجدار، او بيعملوا له كت وبيرجعوا بيعملوا له بيعملوا ستيتشز فيها.
strangulated hernia is treated are treated immediately with the resection of the involved area or a temporary colostomy so that necrosis and gangrene do not occur. اذا عمليه اذا كان في strangulated hernia وحكينا انه في عنا الاجزاء مخنوقه التريتمنت زي ما حكيناها بنعتبر تبقى emergency ولازم المريض مباشره يفوت على العملية الجراحية، وعادة التريتمنت تبعتها بيكون with resection. resection اللي هي إعادة الجزء إلى مكانه اللي طالع، إذا ما في أي مشاكل ما في صار فيه نكروسز ولحقناه على البدري بردوا إعادته إلى مكانه، وممكن يعملوا كولوستومي بمكان اللي صار فيه عشان ما يصير جانجرين عند المريض، إنهم بيعملوا قطع للمنطقة اللي صار فيها strangulation وبحطوا كولوستومي مكانها في بعض الحالات. خصوصا هاد اذا ما كانوا انتبهوا لها ووصلنا لمرحله انه صار في عندنا اسكيميا والاسكيميا عملت نيكروسس. Some patients with hernia wear a dress, a body placed over the herniated area held in place with a belt. طبعا المنطقه اللي بيكون فيها هيرنيا في بعض المرضى لما يكون في عندهم هيرنيا بيلبسوا زي اشي داعم للمكان اللي صار فيه زي بلت او زي حزام بنحط بحوالين المنطقة وبكون في زي قطعة داعمة عشان تعمل دعم لمكان الهيرنيا. The dress is worn to keep the hernia from protruding. وهذا بعد ما يعمل العملية، طبعا هو مش تريتمنت ولكن عبين ما يعمل العملية ممكن انه يحطه بكون زي في منطقة صلبة، هاي المنطقة الصلبة او تنحط فوق المنطقة اللي فيها الهيرنيا عشان تمنع بروز الاعضاء الحشوية الداخلية من المنطقة اللي صار فيها هيرنياتد، زي لما بيحكوا مثلا للبيبيات انه في كتير من الاطفال بيكون مرات عندهم هيرنيا فهم بيجوا بيقولوا حطوا حزام على بطن المريض والمكان اللي في هيرنيا حطوا مثلا قطعة معدنية مثل نص دينار مثلا على مكان الهيرنيا. هلا النص دينار شو بتعمل؟ تعمل دعم للمنطقة، هي ما بتحل المشكلة بس هي بتمنع بروز الأعضاء الحشوية للخارج. طبعا هو مش علاج لأنه عند البابيات بيروح لحاله الهيرنيتد اريا لأنه بيكون لسه ما اكتمل النمو، بس عند الكبار ممكن إنهم يستخدموا زي حزام مثل هيك فيه قطعة معدنية أو قطعة بتكون داعمة ممكن إنها تدعم مكان الهيرنيا عبين طبعا ما تنعمل العملية، يعني مش هو تريتمنت وإنما لغاية ما يكون في مجال إنه يعمل العملية. After hernia repair, the patients may have difficulty voiding. هلا بعض المرضى بعد عملية الهيرنيا ممكن يكون في عندهم صعوبة في عملية التبول. Therefore, the nurse should observe for distended bladder. عشان هيك النيرس لازم تراقب إذا كان صار عند المريض تمدد في المثانة. An accurate intake and output record is important. مهم جدا إنه نعمل intake and output chart، إنه نسجل سواء المأخوذة والمطروحة. Scrotal edema is a painful complication after an inguinal hernia repair. طبعا اللي بيكون في عندهم inguinal hernia وحكينا انها most common عند الميل ممكن يصير في عندهم scrotal edema اللي هو بيصير في عندهم زي تورم في منطقة الخصيتين وألم في المنطقة، هاي كمضاعفات بعد عملية الهرنيا repair. A scrotal support with application of ice bag may help relieve pain and edema. دعم لمنطقة الخصيتين مع اعطاء او وضع خلينا نحكي ايس باج اللي هو كيس ثلج للمنطقة ممكن يخفف الالم ويقلل من عملية التورم. Coughing is not encouraged. مهم جدا ان نحكي للمريض انه ما يقح قدر الامكان، لكن اذا اضطر ممكن انه يدعم مكان العملية بمخدة وعشان ما يعني ما يصير مكانها الم وبرضو عشان ما ترجع تفرط مكان العملية مرة ثانية. If the patient needs to cough or sneeze, the incision should be splinted. Splinted يعني يندعم، نحط عليه دعم زي ما حكينا بنحط مخدة مكان العملية. During coughing or sneezing should be done with the mouth open. حتى عملية الكافينج والسنيزينج لازم نخليها والفم مفتوح، يعني ما نسكر التم عشان ما نضغط ويكون في ضغط على الأعضاء الداخلية والحشوية وعلى منطقة الهرنية. After discharge the patients may be restricted from heavy lifting
lasting for 6 to 8 weeks. طبعا بعد العملية المريض لازم يكون مرتاح relaxed, ما يشد على منطقة العملية وما يحمل أي إشي ثقيل لمدة 6 إلى 8 أسابيع بعد العملية. هون في عنا بالصورة اللي بصفحة 162 في عنا أنواع الهيرنيا, هاي الأبدومينال هيرنيا أو الأمبلايكال, هاي السرة وهاي اللي بتكون حوالين السرة, هاي الإنجواينال هيرنيا في المنطقة الأوربية بهاي المنطقة اللي هي خط التقاء الفخذ مع الورك اللي هي المفصل الورك. في عنا الإنجواينال, في عنا نوعين لأنها في دايركت وفي إندايركت, المهم إنه هاي الإنجواينال هيرنيا هاي هي. وفي عنا الفخذية اللي هي الفيمورال هيرنيا اللي بتكون في منطقة الفيمر في منطقة الفخذ, ما بتيجي في القناة السبيرماتيك كورد, تيجي لا في منطقة الفخذ. هاي من الأنواع. في عنا هاي كمان على صورة طبيعية كمان إنجواينال هيرنيا. نيجي هلأ على هيك بنكون خلصنا الهيرنيا. أي شيء مش واضح أو أي سؤال عليها ما عندي مشكلة إنكم ترجعوا تسألوا. نيجي هلأ على disorder of the esophagus اللي هي أمراض الإسوفيجس اللي هو المريء. المريء هو أحد الأعضاء اللي ممكن إنه يصير فيه مشاكل في الجهاز الهضمي. من أهم الأمراض اللي بتصير أو المشاكل اللي بتصير إشي اسمه الإسوفاجايتس. الإسوفاجايتس اللي هو التهاب المريء. آيتس أي إشي فيه نهايته آيتس معروف إنه هو إنفلاميشن أو إنفكشن. نيجي على الإسوفاجايتس. الإسوفاجايتس الديفينيشن تبعه هو عبارة عن إنفلاميشن of the lining of the esophagus, هو عبارة عن التهاب في الطبقة الداخلية داخل الإسوفاجايتس. If left untreated, this condition can become very uncomfortable, causing problem with swallowing, ulcer, and scarring of the esophagus. إذن هي عبارة عن عملية التهاب في الطبقة الداخلية للمريء. هلأ هاي الحالة أو الإسوفاجايتس if not treated, إذا إحنا ما عالجناها, هاي الكونديشن كان بيكون very uncomfortable, بتصير غير مريحة بشكل كبير للمريض وبتعمل problems عنده, بتعمل له عنده problems في عملية البلع في السوالوينج, ممكن تعمل ألسر تقرحات في المريء and scarring of the esophagus, بتعمل زي ندبة في داخل الإسوفاجس مكان المنطقة اللي صار فيها تقرحات. من أهم أسباب الإسوفاجايتس أول إشي ممكن تكون بكتيريال إنفكشن, ممكن تكون فيرال إنفكشن, ممكن تكون فنجل إنفكشن. فنجل يعني فطريات. Disease that weaken the immune system مثل الديابيتس ميليتس قد يكون ناتج عن بعض الأمراض اللي ممكن تأثر على جهاز المناعة مثل السكري ومثل الـ HIV اللي هو الإيدز. Irritation of the esophagus causing esophagitis due to هلأ ممكن كمان يكون ناتج عن irritation, عن تهيج في داخل المريء ويؤدي للإسوفاجايتس. هذا التهيج اللي بيصير في المريء قد يكون ناتج عن اللي هي الجاستروسوفاجيال ريفلكس اللي هو الارتداد المريئي. جاسترو إسوفاجيال ريفلكس ارتداد مريئي, معدي مريئي, إنه الأحماض اللي بتكون موجودة في المعدة بترد ترجع للأعلى لعند المريء فممكن تعمل إريتيشن في المريء, فهاي يسموها الارتداد المعدي المريئي. فوميتينج قد يكون الفوميتينج أحد الأسباب اللي ممكن يعمل إريتيشن في المريء. سيرجري عملنا المريض سيرجري أي عملية والعملية عملت له نوع من أنواع الاسترس. ميديكيشن such as أسبرين أخذ بعض الأدوية مثل الأسبرين ممكن كمان يعمل irritation في الإسوفيجس. swallowing of toxic substance بلع مادة سامة مثلا لا سمح الله طفل صغير شرب هايبكس, شرب فلاش, شرب أي مادة كيميائية بالغلط, فهاي قد تكون ناتجة ممكن يعمل irritation. الهيرنيا مش الهيرنيا اللي حكينا عنها الأبدومن, ولكن الهيرنيا في بعض أنواع الهيرنيا بتصير اللي هي هياتا الهيرنيا اسمها, واللي هي بتصير ما بين المريء والمعدة إنه بصير في عنا سلايدينج. احنا بنعرف انه في عنا امتداد للمريء بعدين بتيجي على المعدة, انه بصير في عنا سلايدينج انه بيجي المريء بيكون في ارتخاء في عضلات المريء او عند فتحة في عنا نهاية المريء وبداية المعدة في عنا فتحة, بيكون في عنا ارتخاء في هاي العضلات فبتيجي المعدة بتدخل داخل المريء, فهذا بسموه من ضمن الاشياء الهيرنيا اللي هي الهياتا الهيرنيا اللي ممكن انها تعمل إسوفاجايتس. الراديشن انجري انه يكون المريض يتعرض لإشعاع خصوصا في حالات الكانسر, اذا كان المريض عم بتعالج للسرطان بالأشعة فممكن انه يكون في عنا الراديشن انجري الإصابة عن طريق
الراديشن. السيمتومز اوف اسوفجايتس، العلامات والاعراض اللي احنا بنشوفها عند المريض اللي عنده اسوفجايتس، اول شيء ديفيكالت اور بين فول سوالوينج، بين فول هذول لازم يكونوا لازقين ببعض، مش بين فول كل كلمه لحال، بين فول كلمه واحده. يكون في صعوبه او الم عند عمليه البلع، هارت بيرن اللي هي الحرقه، الماوث سور، تقرحات في منطقه الفم، a feeling of something of being stuck in the throat، بيشعر المريض انه في شيء بحلقه عالق، وهي دليل انه في عنده اسفجايتس، انه بيشعر انه زي كانه في شيء بمنطقه الحلق عالق او ملزق، نوزيا، العيان والفوميتنج، الاستفراغ. هاي العلامات والاعراض موست كومونلي اللي احنا بنشوفها عند المريض اللي عنده الاسفجايتس. السيمتومز اوف اسفجايتس حكيناها. المرض الثاني رح نحكي عنه له علاقة بالإسوفيجس اللي هو الجاسترو إسوفيجيال ريفلكس، اللي هو الارتداد المعدي المريئي. الجاسترو إسوفيجيال ريفلكس ديزيز أو GERD is a common disorder that develops when gastric content flow upward into the esophagus. Adults and children normally have some degree of reflux, especially after eating. GERD is considered a disease process only when it is excessive or causes undesirable symptoms such as pain or respiratory distress. إذا الجاستروسفيجر ريفلكس هو عبارة عن عملية ارتداد جزء من المكونات المعدة إلى المريء. طبعا هي common انها تصير عند كتير من الناس سواء الاطفال او الكبار، واللي هي احنا بنسميه التجشؤ اذا سمعتوا فيه. فالتجشؤ هو عبارة عن بعد الاكل خصوصا ممكن انه جزء من مكونات المعدة يرتد للمريء. اذا كومون انها تصير عند اي واحد من الاشخاص، لكن متى انا بعتبرها مشكله؟ لما بتصير اول شيء بتعطينا undesirable symptoms، لو تعطينا اعراض غير محببه، تعطينا حرقه فتره طويله، او اذا كانت عملت لنا الم، او عملت respiratory distress اضطراب تنفسي. اذا الحاله الوحيده اللي بنطلع فيها على gastroesophageal reflex انه اذا، لانه هو اصلا كومون زي ما حكينا انه يصير عند كثير من الناس، اذا عمل undesirable symptoms اعراض غير محببه، من اهم الاعراض اللي هي الهارت بير، او اذا كان عمل لنا بين الم في المنطقه، او عمل اضطراب في الجهاز التنفسي. gastroesophageal reflex disease is not a disease but a سيندروم، إذا ما بنعتبره مرض ولكنه هو عبارة عن متلازمة. GERD is any clinical significant symptomatic condition or histopathology alteration secondary to reflux of gastric content into a lower esophagus. إيش هو GERD؟ هو عبارة عن أي أعراض أو حالة عرضية بتظهر عند المريض، أو إنه بصير في تغير في طبيعة الأنسجة عند المريض ناتج عن الارتداد. بهاي الحالة بقدر أقول إنه المريض عنده GERD. إذا لازم يكون في عنا أعراض واضحة مأثرة على المريض ومضايقته، وكمان لما يعملوا فحص للأنسجة لازم يكون في تغير في طبيعة الأنسجة الموجودة داخل المريء نتيجة الارتداد. GERD is the most common upper GI problem seen in adults. بنعتبره هي من أكثر الكومون أو من الأعراض الكومون أو من الاضطرابات الكومون اللي بتصير في الجهاز الهضمي العلوي. نيجي على الأتيولوجي. GERD results from inability of lower esophageal sphincter to close، انه يكون مسكر كويس. هلا احنا حكينا انه ما في عنا، في عنا بهاي المنطقه هاي هون، في عنا هون بهاي المنطقه ما بين المريء والمعده في عنا سفنكتر. سفنكتر يعني زي صمام او زي بوابه، او يعني بتكون هي عباره عن عضله وبتعمل على الاغلاق، عضله دائريه طبعا، بتعمل على اغلاق هاي البوابه لما يفوت الاكل تمنع مروره للاعلى. هلا مرات بيكون هذا السفنكتر ما عم بسكر كويس، صار في ارتخاء. هذا الارتخاء اللي بيصير في هذا الصمام في هاي المنطقة أو في هاي البوابة بيسمح برجوع الكونتنت تاعت المعدة على الأسوفاجيال. obesity كمان قد تكون من أسبابها، السمنة، pregnancy قد تكون الست إذا كانت حامل، ضغط الجنين على المعدة بيسمح بحدوث الارتداد. increase sensibility of GERD because of the upward pressure، نتيجة الضغط الطالع للأعلى من حجم الجنين. هذول هم من أهم الأسباب اللي بتأدي للإسوفجايتس، سوري الإسوفجيال ريفلكس أو
الجاسترو اسوفيجال ريفلكس. الكلينيكال مانيفستيشن بنشوفه عند المريض الهارت بيرن اللي هي زي ما حكينا اللي هي الحرقه. البيشنت may complain of dyspepsia. Dyspepsia is defined as pain or discomfort centered in the upper abdomen. إذا صار في عنا أول إشي الحرقة اللي هي الهارت بيرن وهذا من أهم الأشياء اللي إحنا بنشوفها. بعدين ممكن يكون في عند المريض إشي اسمه dyspepsia، ومعنى dyspepsia definition تبعها وراها مباشرة هو عبارة عن discomfort ألم أو عدم راحة بشعورها المريض في منطقة البطن من الأعلى. عادة بتكون في منطقة منتصف البطن. episode of hypersalivation كثير عند المريض زيادة في إفراز اللعاب، هاي من ضمن الأشياء نتيجة الحموضة، الشعور بالحموضة بتعمل hypersalivation. complaints of non-cardiac chest pain بصير عندهم ألم لكنه ألم في الصدر ليس مصدره قلبي، يعني ما له أي علاقة بأمراض القلب، وعادة بيكون هذا عند الأولدر أدلت اللي عندهم ارتداد مريئي. most individual have mild symptoms، بعض الأعراض بعض الأشخاص بيكون عندهم أو معظم الأشخاص بيكون عندهم الأعراض متوسطة مايلد خفيفة. ممكن يكون في عندهم هارت بيرن أكثر ميل فقط وكيرز وانس أ ويك وذ نون فيولنس أوف ميكوزال دامج، بدون ما تعمل أي ميكوزال دامج. هدول معظم الأشخاص بتكون الأعراض عندهم خفيفة وممكن يصير عندهم الهارت بيرن الحرقة ممكن مرة بالأسبوع مثلا أو عند هيفي ميل أخذها ممكن إنها تصير عنده. An individual with GERD may also report respiratory symptoms. بعض الناس اللي عندهم GERD ممكن يصير في عندهم بعض الأعراض التنفسية مثل الويزنج، يصير في عندهم صفير، الكافينج، عندهم أحا وديسبنيا، صعوبة في التنفس. هاي من الأعراض كمان اللي إحنا بنشوفها. في عنا الأوتولارينجو logic symptoms include hoarseness. كمان في عنا بعض الأعراض اللي لها علاقة في منطقة الحنجرة في اللارينكس اللي هي الحنجرة اللي هي بتعمل hoarseness، إنه بيكون صوت المريض مثل الصهيل بتعمل hoarseness. sore throat a globus sensation sense of lump in the throat، إنه بيشعر المريض إنه في عنده زي إشي عالق أو عنده شاكينج، عنده إشي عالق بمنطقة الحلق ممكن إنه يشعر فيها. ممكن كمان في عنا regurgitation، يصير عند المريض ترجيع مش بس للأحماض كمان لا من الكونتنت تاعت المعدة. effortless return of food or gastric content from the stomach into the esophagus or mouth، إنه بصير regurgitation ترجيع إنه جزء من الأكل برجع على على المريء او على الفم بدون اي جهد وبدون اي تعب. is a fairly common manifestation، وهي من اهم ممكن من الكومون manifestation من الاعراض الشائعه اللي بتصير عند هدول المرضى. gastric symptoms include post meal bloating nausea and vomiting، الاعراض كمان اللي احنا بنشوفها بصير انتفاخ بعد الوجبه، bloating انتفاخ بعد الوجبه، nausea العيان and vomiting في بعض الاحيان ممكن يصير عند استفراغ عند المرضى. are related to delay gastric emptying، وعاده بيكون سببها نتيجه تاخير في تفضيه المعده عند هدول المرضى. الاسسمنت والفايندينجز اللي احنا بنشوفها عند هدول المرضى. الكومون سيمتومز اسوشيتد وذ جي اي ار دي حكيناهم بس يعني نرد نعيدهم. الديسبيبسيا حكينا عنها اللي هي البين او ديسكومفورت. بين سنسيشن اللي هي الهارت بيرن او بايروسز بسموها والهارت بيرن. ريجرجيتيشن حكينا عنها ترجيع. اذر سيمتومز ديفيكولتي سولوينج ديسفيجيا بينفول سولوينج بلع مؤلم انفلاميشن في اللايننج اوف اسوفيجاس بصير عندهم التهاب في الطبقه الداخليه من الاسوفيجاس بتعمل اسوفاجايتس. اسبيريشن نيمونيا ممكن يصير في عندهم نتيجه الترجيع خصوصا وهم نايمين ممكن انه يصير في عندهم اختناق او وجود وصول كميه من الاكل لمنطقه التنفسيه للرئتين وهذا بيعمل اسبيريشن نمونيا التهاب في الرئتين ناتج عن استنشاق او بلع مكونات ليس لها علاقه بالرئتين او تعمل اضطراب في التنفس ممكن تعمل كاف سنيزنج وتعمل ويزنج اللي حكينا عنها. هاي كلياتها ممكن انه نشوفها. كمان بعض المرضى ممكن يصير في عندهم نزف في جدار الاسوفيجس فتعمل عندهم ميلينا والميلينا اللي هو دم خفيف بالبراز ميلينا هيها بين قوسين في النقطه الثامنه اخرها. هاي الميلينا معناها دم خفيف في البراز.
sometimes occult أو hidden bleeding for long period produce iron deficiency anemia. بعدين كمان إذا كان المريض في عنده bleeding أو hidden bleeding, ممكن تعمل عنده نقص في الحديد ويؤدي إلى حدوث فقر في الدم. كمان تعمل بين في الصدر, وحكينا ممكن يفكر المريض انه لا سمح الله صار عنده مشكلة قلبية, لكن عادة الألم في الصدر بيكون مصدره غير قلبي. وهذا لا يعني انه اذا اجانا مريض عنده تشست بين انه احنا نعمل له الاجراءات اللازمه, لا, نعمل رول اوت انه المريض داخل بانجاينا او مايوكاردي انفاركشن, نعمل له اي سي جي ونعمل له فحوصات القلب اللي هو انزيمات القلب اللي هو السي بي كي والتروبونين. شو كمان نحكي عن هذول النقاط؟ هدول المرضى ممكن نعمل لهم عشان نشخصهم بنقطة 12, نعمل لهم باريوم سولو عشان نعمل تشخيص للمريض, أو نعمل لهم أبر إندوسكوبي. أبر إندوسكوبي يعني تنظير علوي, هاي دايجنوستيك بروسيجر للمريض اللي عنده إسوفيجايتس. بس خلينا نقطة 12, نقطة 13 مكتوب جنبها دي إكس. دي إكس يعني دايجنوستيك بروسيجر. أنا مش راضي يكتب هيك, دي اكس يعني دايجنوستيك تشخيصيه, دي اكس بروسيجر يعني دايجنوستيك بروسيجر يعني الطرق التشخيصيه عن طريق الباريوم والابر اندوسكوبي. بالاضافه انه ممكن نعمل هاي تابعه لها اللي هي ستول تيست عشان نشوف اذا في عندنا ميلينا. برونكوسكوبي كمان ممكن انها تكون ضمن التشخيص اللي احنا بنعمله اللي هو تنظير لمنطقه القصبات عشان نشوف اذا لا سمح الله في عنده اي اسبيريشن اللي هو زي وصول لكميات او شرد من الاكل واصل لمنطقة الرئتين. مضاعفات الجي ار دي زي ما حكينا بيعمل اسوفيجايتس, ممكن الاسوفيجايتس, فممكن تصير عند المريض هياتا الهيرنيا. other risk factor for esophagitis هاي اللي هي الارنيا ما لناش دخل فيها. اذا بيعمل esophagitis بس حطوها, repeated exposure may cause scar tissue, بس حطوا النقطه الاساسيه الاسوفيجايتس هاي المضاعفات, بس هاي وحده هايها الاسوفيجايتس. بعدين سكار تيشو فورميشن انه يصير في عنا زي ندبه داخل المريء من الداخل نتيجه ندبة اللي هي السكار تيشو فورميشن, وعادة بيكون داخل الاسوفيجيال. another complication اللي هي اسوفيجيال ميتابليزيا. الاسوفيجيال ميتابليزيا هاي انه يصير تغير في طبيعة الانسجة الموجودة داخل المريء, وممكن يكون عرضة انه يصير المريض ريسك يكون فيه بالنهاية هاي الميتابليزيا تغير في الانسجة ممكن تكون ريسك فور اسوفيجيال كانسر. وريسبيراتوري كومبليكيشن هاي المضاعفات اللي انا بدي اياها, بس خدوا النقطة الاساسية اذا اسوفيجايتس سكار فورميشن ميتابليزيا وممكن يكون ريسك فور اسوفيجيال الكانسر and respiratory complication. diagnostic studies حكينا عنهم اللي هو الباريوم سولو اندوسكوبي, بياخدوا بايوبسي من خلينا نحكي من الأنسجة الداخلية سايتولوجي اللي هي للخلايا, بيعملوا عشان يشوفوا إذا في تغير في طبيعة الأنسجة داخل المريء من الداخل. ambulatory monitoring system to determine esophageal pH. كمان ممكن إنهم بيعملوا مونيتورينج للحموضة داخل الأسوفيجس أو الأسوفيجس عشان يشوفوا قديش الحموضة تبعته. radionuclide test may be performed to detect reflux or content and a rate of esophageal clearance. بيعملوا فحوصات مشعة بالإشعاع بالمواد المشعة عشان يشوفوا قديش عنا معدل الريفلكس, قديش عشان يشوفوا قديش الريفلكس بصير عند المريض. هاي برضو من الفحوصات اللي بيعملوها. الميديكال اند سيرجيكال مانجمنت, التريتمنت لل شو اسمه لا الاسوفيجيال ريفلكس انهم بيعطوا ادويه عشان تعمل الريفلكس, تعمل كنترول على الريفلكس, وعاده بيعطوا انتي اسيد. السيرجيكال بروسيجر ممكن انهم اذا كان في عند المريض هياتا الهيرنيا انهم يرجعوا منطقه انهم يعملوا تعديل على الهيرنيا الموجوده, واذا كان في عند السفنكتر, السفنكتر اللي هو هذا السفنكتر الصمام او البوابه الموجوده ما بين الاسوفيجس مع الـ مع الاستومك, اذا كان فيها اي ارتخاء بيعملوا تعديل عليها وبيعملوا لها
ممكن إنهم يحطوا صمام خارجي أو يعملوا تعديل على المنطقة أو يعملوا سيوتشرينج عشان يشدوا الصمام. طبعا هاي العملية اللي حكينا عنها انهم يشوفوا السفنكتر بعملوها عن طريق اللابراسكوب او الاندوسكوب اذا احتاجوا. اسوفاجيال استركتشر ما بي مانجد باي اندوسكوبيك دايليتيشن، او انهم يعملوا اللي عن طريق الاندوسكوب برضو التنظير الداخلي من الاعلى. النيرسينج مانجمنت وهي اللي بتهمنا. اول شيء educate the client with GERD about diet and lifestyle changes. هلا هدول معظم يعني اذا احنا ما بدنا نعملهم اي اجراء جراحي فعاده بيكون قبل الاجراء الجراحي بتم يعني اشياء بحياه المريض. اول شيء بدنا نغير اللايف ستايل تاعت المريض عشان نخفف من الريفلكس سيمبتومز. فبالتالي اذا المريض بيشرب كحول بده يوقف البيبرمنت اللي هي النعنع، اذا بشرب الاشياء اللي فيها نعنع اللي فيها البيبرمنت نعنع اللي هي الحبوب مثلا اللي بتكون مثلا تحتوي على نعنع او اشياء زي هيك، اذا بشرب كافيين، اذا بياخد اكل محتوي على كمية كبيرة من الدهون، هاي كلياتها بده يخففها. بعدين additional measures include losing weight. إذا المريض عنده obesity بده ينزل وزنه، بده avoid tight fitting garment، إنه بده ما يلبس أواعي ضيقة وتكون ضاغطة على منطقة الأبدومين خصوصا. elevating head of the bed، ما يقعد لما يجي ينام يكون رافع الهيد اوف بيد للأعلى ويحط مخدات عشان يكون دائما راسه مرتفع ما بين 15 ل 30 عشان يمنع الارتداد. stop smoking إذا بدخن بده يوقف دخان. and avoiding food and drinks for several hours before bedtime، وكمان إنه ما ياكل ولا يشرب قبل ساعتين لثلاث ساعات من إنه يجي ينام عشان لما ينام ما يصير عنده الارتداد. teach the client about medication to control reflux، بنحكي للمريض عن الأدوية وكيفية استخدامها عشان تعمل كنترول على الرفلكس. also teach about the importance of controlling severe GERD to prevent possible complication such as esophageal stricture formation and esophageal cancer. طبعا بدنا نحكي للمريض إنه مضاعفات GERD ممكن إنه يعمل تضيق وممكن يعمل لا سمح الله كانسر، فهاي الأشياء لازم نحكي له عنها وكيف إنه مهم إنك أنت تمنع عملية الارتداد وتحاول جهدك في انه ما يصير عندك ارتداد عشان ما يصير في عندك اي مضاعفات اضافية. close observation for post operative abdominal distension and nausea because many clients cannot bleach or vomit after fund duplication. انه بدنا نراقب جيدا بعد العملية اذا صار عند المريض عملية صار عنده distension او صار في عنده نوزيا، لانه كتير من المرضى ما بيقدروا يتجشؤوا او يستفرغوا بعد عملية اللي هي العملية اللي بيعملوها عشان يشدوا المفصل او مش المفصل الصمام. البيشنت اند فاميلي تيتشينج جايدز بهمني في نقاط مهمة نحكيها اذا احنا ما حكيناها. انكرج بيشنت تو ايت سمول فريكوينت ميلز تو بريفنت جاستريك ديستنشن، هاي من اهم الاشياء وعشان تمنع الارتداد نحكي للمريض انه ياكل سمول اند فريكوينت، يعني وجبات خفيفه صغيره ومتكرره احسن ما ياكل وجبه واحده ثقيله. هلا وجبه واحده ثقيله ممكن تعمل عنده الريفلكس بشكل كبير، بس اذا احنا طلبنا من المريض انه ياكل بوجبات سمول صغيره ومتكرره رح ياكل كميه كافيه من الاكل بس بوجبات صغيره ومتكرره. بيجي عنا the nurse should ensure that the head of the bed is elevated، هاي حكيناها تقريبا 30 degree لازم لما ينام. usually 4 to 6 inch blocks، يعني يحط مثلا اربع مخدات ثلاث مخدات، لا اربع كتير، مخدتين ثلاث مخدات، او يحط بلوكس مثلا تكون ارتفاعها من 4 ل 6 انش. and that does not lie down for 2 to 3 hours after eating، وانه ما ينام بعد الاكل لساعتين الى ثلاث ساعات، يعني خلي فترة ما بين الاكل وما بين انه هو بده يمد حاله وينام. هذول الأشياء الأساسية اللي أنا بهمني إن نحن نعرفها. نيجي هلأ على الميديكيشن used to treat problems، إيش الأدوية اللي بيستخدموها عشان تحل مشكلة الارتداد أو الجي إي آر دي. بيستخدموا الأنتي أسيد اللي هي مضادات الإحماضات، في عنا الهستامين تو أنتاغونست مضادات الهستامين، في عنا الأنتي ألسر إيجنت مضادات القرحة، أنتي بروتون بامب إنهيبيترز اللي هي مثبطات البروتون بامب اللي هي اللي بتمنع تكون الحمض في المعدة. من الأدوية عليها في عنا الإمبرازول هذا في البروتون بامب. طبعا في عنا كتير أنواع من
الأدوية ممكن إنه يستخدمها المريض عشان يتخفف من الأعراض الموجودة عنده. نيجي هلأ لصفحة 174 واللي هي البيبتيك ألسر. صفحة 174، برجع بعيد، صفحة 174 هيها عند البيبتيك ألسر واللي هي القرحة المعدية. القرحة المعدية هي عبارة عن excavation formed in the mucosal wall of the stomach bilateral. excavation زي فتحة، فتحة بتصير داخل الجدار المخاطي داخل المعدة. هلا المعدة بتتكون من 4 layers. الطبقة الأولى من المعدة اللي هي اللايننج من جوا، احنا بنحكي بجوا من برا، بتكون هي عبارة عن الميوكس ممبرين، هو عبارة عن غشاء مخاطي. هلا شو بيصير؟ بيصير في عندهم excavation، بيصير في عندنا زي فتحة أو تقرحات بتصير في هذا الغشاء المخاطي، وهذا اللي بنسميه احنا قرحة. هلأ ممكن تصير في الاستومك وممكن تصير في الديودينم في منطقة الاثني عشر، يعني انه ممكن تكون بيبتيك ألسر، ممكن تكون القرحة في المعدة، أو ممكن انها تكون في الديودينم اللي هو الاثني عشر، حتى ممكن تصير في المريء اذا صار في ارتداد، وحكينا انه ممكن يعمل ارتداد وتغير في طبيعة الأنسجة. If referred to as gastric duodenal esophageal ulcer depending on its location، عشان نحدد اسمها، هي كلهم اسمهم peptic ulcer، لكن إذا إحنا عرفنا مكان اللوكيشن تبعها ممكن نحكي إنه عنده duodenal ulcer، عنده esophageal ulcer، أو عنده gastric ulcer. It's caused by erosion of circumscribed area of mucous membrane. شو بصير في عنا erosion؟ erosion يعني بصير في عنا زي تقرحات، زي تلف في الغشاء المخاطي، which may be extend to muscle layer. طبعا هذا التلف بصير في الطبقة الخارجية اللي هي الميوكس ممبرين في البداية، لكن إذا استمرت القرحة وما تم علاجها ممكن إنه يصير في عنا extend للمسل layer، ممكن تنزل الفتحة هاي اللي صارت وتبلش في الطبقة الثانية من الجدار الجهاز الهضمي اللي هي توصل للمنطقة للطبقة العضلية. Peptic ulcer are more likely to be in the duodenum than in the stomach. طبعا البيبتيك ألسر أكثر كومون إنها تكون في الديودينم على إنها تكون في الاستومك، يعني أكثر عرضة أو أكثر عرضة للإصابة إنها تكون في منطقة الديودينم. أزعجونا هدول. نيجي هلأ comparison between duodenal and gastric ulcer. في عنا مقارنة بتصير ما بين القرحة المعدية أو القرحة الاثني عشر. هلا الديودينال ألسر بتصير على عمر 30 ل 60 سنه، في حين انه القرحه المعديه بتصير على عمر 50 واعلى. الجنس بتصير عند الميل للفيميل بنسبه 3 لـ 1، يعني مور كومون انها تصير عند الرجال من النساء بنسبه 3 لـ 1، كل 3 من الرجال مقابلهم 6 وحده ممكن يصير في عندهم القرحه. مقابلها الجاستريك ألسر لا، بتكون موست كومون ان ذا فيميل. الميل هلا نفس الشيء، الميل للفيميل برضه موست كومون لكنها اقل بنسبه 2 لـ 1. إذا هي القرحة موست كومون إنها تصير عند الرجال بالحالتين، سواء كانت جيجينال أو كانت جاستريك. هايبر سكريشن اوف اتش سي ال، من أهم أسبابها إنه يكون في عندنا زيادة في إفراز حمض المعدة، بيكون هنا وتتميز إنه في زيادة في إفراز حمض المعدة هاي الجيجينال ألسر. أما الجاستريك ألسر فبيكون في عندنا نورمال تو هايبر سكريشن اوف اتش سي ال، ما بيكون في زيادة في إفراز حمض المعدة. الجيوتينال ألسر عادة بتعمل ويت جين، أما الجاستريك ألسر فبتعمل ويت لوس. تيجي تقولوا لي ليش بتعمل ويت جين؟ لأنه الويت جين لأنه بس تفضل معدة بصير فيها الألم، فبضطر المريض إنه يأكل. هلأ بالنسبة للجاستريك ألسر بس تتعبى المعدة بصير في عنده الألم، فالمريض بخفف أكل، فلما بخفف أكل بصير في عنده ويت لوس. أما المريض لأنه تفضل معدته في الجيوتينال ألسر بصير عنده الألم، فبيأكل عشان يخفف الألم، فهذول بصير في عندهم ويت جين. إذا الجيوتينال ألسر بصير في عندهم زيادة في الوزن، في بحيث إنه الجاستريك
الكانسر بصير في عندهم فقدان للوزن. ليش؟ لانه pain occurs 2 to 3 hours after meal، لانه الالم بصير بعد ساعتين لثلاث ساعات من الوجبه، بعد ما تفضل المعده ببلش الالم يصير عند هدول المرضى، فبضطروا ياكلوا كمان مره عشان يخففوا الالم. في حين انه عند مرضى الجاستريك ألسر الالم بصير بعد الوجبه بنص ساعه لساعه، فهدول ببطلوا ياكلوا عشان بخففوا اكل عشان ما يصير عندهم الالم. Ingestion of food relieve pain، أكل الطعام بخفف الألم. أما هون Ingestion of food does not help and sometimes increase pain، أكل الأكل ما بخفف المعدة المشكلة، على عكس ممكن في بعض الأحيان إنه يزيد الألم يعمل vomiting and ما ممكن يعمل pain عند هدول المرضى. Vomiting is uncommon. Vomiting is common. لاحظوا في الديوتين الألسر uncommon إنه يكون عند المريض vomiting، لكن هون ممكن يصير في عندهم vomiting في الجاستريك ألسر. Hemorrhage is less likely if present melina more common than hematoemesis. هلا ممكن ما يصير عندهم نزف، مش common إنه يصير عندهم نزف، لكن إذا صار النزف، النزف بيؤدي إلى حدوث melina اللي هو الدم مخفي أكثر من إنه يعمل hematoemesis اللي هو إنه يصير في عنا استفراغ يحتوي على blood. Hemorrhage is more likely بالمعدة، كتير كومون انه يصير في عندهم هيموريج نزف، وممكن تظهر على شكل هيماتوإميسيز از مور ذان ميلينا. الهيماتوإميسيز اللي هو استفراغ مع دم اكثر كومون من انه يكون في عندهم ميلينا، ومع ذلك لا ينفي انه ممكن يصير عند المريض ميلينا او نعمل فحص عشان نشوف اذا في عندهم ميلينا. مالجنسي بوسيبل لتيرير، نادر جدا انه يصير عند المريض انه تتحول لسرطان. اما المالجنسي بوسيبلتي اوكيجينالي، في بعض الحالات ممكن انها تكون. الريسك فاكتورز، مين الناس الاكثر عرضه لإلها؟ الناس اللي البلد جروب تبعهم او، الناس اللي عندهم سي او بي دي، اللي عندهم كرونيك اوبستراكتيف بلمونري ديزيز، الناس اللي عندهم كرونيك رينال فيلر، الناس اللي بيشربوا كحول، المدخنين اللي عندهم السموكر، الناس اللي عندهم سيروسس تشمع في الكبد، والناس اللي عندهم ستريس كتير اللي عاد عرضة للتوترات بشكل كبير. أما بالنسبة للجاستريك ألسر، الريسك فاكتور تبعتها الجاسترايتس، التهاب المعدة، الكحول، شرب الكحول، التدخين، استخدام النون ستيرويد الأنتي إنفلاماتوري دراجز اللي هي الـ NSAID. NSAID هو عبارة عن مجموعة من الأدوية اختصارها Non Steroidal Anti-Inflammatory Drugs. N for Non Steroidal اللي هي كورتيزون، يعني Non Steroidal يعني غير كورتيزونية. Steroidal الـ A for Anti، الـ I for Inflammatory، والـ D for Drugs. هاي اللي هي المجموعة الأدوية بينطوي تحتها الفولترين، البروفين، الأسبرين، هاي كلياتها، الإنفلابان، كلياتهم بيجوا تحت نفس المجموعة اللي هي نون ستيرويد الأنتي إنفلاماتوري دراجز. فعادة أخذ هاي الأدوية بيعمل عندهم قرحة المعدة. هدول الناس اللي عندهم قرحة معدة أصلا ممنوع ياخذوا نون ستيرويد الأنتي إنفلاماتوري، إذا اضطروا ياخذوها لازم ياخذوها على معدة مليانة، يعني لازم يكون بعد الأكل مباشرة أو بنص الوجبة. كمان الناس اللي عندهم ستريس أكثر عرضة إنه يصير في عندهم. هلا في عنا هاي الصورة بتبين لنا كيف إنه الألسر، هذا جدار المعدة العادي. هلا بالأكيوت ألسر طلعوا كيف صار في عندهم زي فتحة نازلة لتحت، عملت لنا اللي هي زي إيروجن، زي تقرحات، فأخذت جزء من جدار المعدة. الكرونيك ألسر لاحظوا إنها كيف صارت أعمق وعملت سكار أكتر، أعمق صارت. هلأ هاي السكار ممكن لا سمح الله في بعض الحالات إنها توصل تأخذ كل جدار المعدة وتعمل بيرفوريشن إذا ما تم علاجها وما تم متابعتها. مضاعفات البيبتيك ألسر، مضاعفاتها أبر جاسترونتستينال هيموريج، ممكن تعمل لنا نزف في الجزء العلوي من الجهاز الهضمي، ممكن تعمل بيرفوريشن، انفجار اللي حكيت لكم عنه هلأ، ممكن إنه لا سمح الله إنها تتأكل كل جدار المعدة وبالتالي تنفجر ويصير في نزف في داخل التجويف البطني. ممكن تعمل بايلوريك أوبستراكشن، انسداد في الديودينام، تعمل لنا انسداد في منطقة في الجهاز الهضمي. ممكن تعمل gastric outlet obstruction، ممكن تعمل لنا انسداد في منطقة في مخرج المعدة، gastric outlet obstruction انسداد في مخرج المعدة. ممكن تعمل penetration، انفجار، نفس البرفوريشن، penetration نفس المعنى.
النيرسينج بروسيس فور بيشنت في الاسسمنت بدنا نحدد اللوكيشن اوف بين، نشوف اللوكالايز تبعته، راديشن لوين بيمتد، اند وين ات اوكير، متى بيصير، بعد الاكل ولا بعد الاكل مباشره ولا بعد بساعتين، وهذا بساعدنا على التشخيص انه هل الاكل بخفف الالم ولا الاكل بزيد الالم. هاي كلياتها بدنا ناخذها بعين الاعتبار. بدنا نشوف اذا المريض في عنده انكزايتي وعنده ستريس في حياته، فايند ذا بيشنتس اذا الكوهوليك وسموكر، نسأل عن التدخين، نسأل عن شرب الكحول، بنشوف إذا البين ريليفد باي فود أور ألكالايز أو لا بالأدوية، بناخذ العلامات الحيوية، وبنشوف إذا في عند المريض ما يدل على وجود أنيميا، خصوصا إذا كان في تاكيكارديا أو هايبوتنشن أو كان المريض شاحب. النيرسينج دايجنوسيس بين ريليتد تو افكت اوف جاستريك اسيد سكريشن، انكزايتي ريليتد تو كوبينج وذ اكيوت اور كرونيك ديزيز، نولج ديفيسيت اباوت ذا بريفنشن اوف سيمبتومز اند مانجمنت. نولج ديفيسيت يعني نقص في المعلومات. النيرسينج انترفينشن اللي احنا بدنا اياها وهذا اللي بهمنا، النيرسينج انترفينشن لمريض في عنده بيبتيك ألسر، اول شيء بدنا نساعد المريض انه يعمل ريليفينج للبين، يخفف البين عن طريق الميديكيشن الموصوفه لإله. طبعا هدول المرضى احنا بننصحهم انهم يعملوا افويد للكافينات، الكافينيتد بيفرجز، الشاي، القهوه، النسكافيه، هاي كليات هاي بتعدوا عنها. تيكينج ريجولار سبيس ميل، ياخذوا وجبات منتظمه باوقات منتظمه مع فترات بيناتهم. ريلاكسيشن تكنيك لما يكون يحس انه هو متوتر وصار في عنده ستريس يستخدم الريلاكسيشن تكنيك اللي هي طرق الراحه والاسترخاء. مونيتور فور هيموريج ان ذا ابر جي اي ويتش is the most common، إن نراقب إذا صار في عند المريض أي نزف خصوصا في الجهاز الهضمي العلوي. هاي عادة قد تكون من مضاعفات البيبتيك ألسر ب20% من الحالات. المانجمنت كونسيست ديتيرماين ذا اماونت اند ريت اوف بلاد لوست، اذا صار عند المريض نزف بدي اشوف كمية البلد اللي فقدها، بدنا نعمل ريبليسمنت للوست بلد طبعا حسب الدكتور اوردر. ستوب ذا بليدنج وذ ووتر اند سلاين جافاج، ممكن نوقف النزف عن طريق اعطاء المريض ماء مثلا بارد عشان يعمل فازو كونستريكشن في الاوعية الدموية، او نعمل سلاين، نعطي سلاين مية وملح اللي هي عشان تحاول ان نخفف من النزف. Peripheral IV line for fluids and central arteries lines for hemodynamic monitoring، طبعا بنحط للمريض كانيولا عشان نعطي سوائل، وممكن نحط له central line عشان نشوف اذا بدنا نراقب CVV line اللي هي اللي نشوف ضغط الضغط داخل القلب. مونيتور الهيموغلوبين اند هيماتوكريت، بنعمل فحوصات عشان نشوف قديش الهيموغلوبين عند المريض عشان نشوف اذا في عنده فقر دم ولا لا. اند ويلينج اوف يورينري كاثيتر، في حالات النزف ممكن نضطر نحط للمريض فولس كاثيتر اللي هو بربيش للبول اذا اضطرينا. انجي تيوب بنحط للمريض عشان نطلع النزف ونطلع المكونات، فور لافاج بتكون في هاي الحاله لسحب مكونات المعده ونخفف الكومبريشن. اوتو ثيرابي بنعطي اكسجين اذا احتاج المريض، بنحط المريض في ريكامبنت position or left side if aspiration is potential، إذا خفنا إنه المريض يصير في عنده aspiration بحطه على جنبه الشمال عشان إذا لا سمح الله صار عنده aspiration من النزف ما يصير عنده. ومهم جدا إنه راسه، يعني حتى لو المريض نام على ظهره ممكن راسه لازم يكون على الجنب. ناخد العلامات الحيوية، بناخذ العلامات اللي بتدل على انه صار في عند المريض بيرفوريشن، زي ما حكينا ممكن يصير في انفجار في منطقه المعده، فهذا العلامات اللي بتدل على البيرفوريشن انه صدر المريض يصير في عنده سيفير بين ابدومينال بين، يصير في عنده ريجيديتي اند تندرنس اوف ابدومين، البطن يصير عنده صلب وعلم عند الملامسه، يصير عند المريض فوميتنج مع تاكيكارديا، استفراغ وتسارع في نبضات القلب. الجاستريك كانسر احنا هيك بنكون خلصنا لعند صفحة 175. المرة الجاي بنحكي عن الابنديسايتس. والبيريتونايتس ونكمل لاخر الوحدة ان شاء الله، مع انه المادة كبيرة اللي ضايلة اشوف. ما في مشكلة، المرة الجاية إن شاء الله بنكمل اللي ضايل من المادة بمحاضرة المرة الجاية إن شاء الله. يعطيكم العافية.
واي سؤال ابعتوا لي، انا ما عندي مشكلة اني انا اجاوبكم على الاسئلة، واذا في اي اشي مش واضح بلغوني. يعطيكم العافية.